انت فاكر كان يوم جميل والله. اي والله والله نطلع مع بعض زي اول. يا ابوي الحمد لله انه تجمعنا، اهم شيء مواعيدنا تزبط على بعض. والله موضوع المواعيد عندنا سينما بعد ساعه. فيلم حلو ولا زي المره اللي فاتت؟ لا هذه المره فيلم حلو، والمره اللي فاتت تكلمنا في الموضوع. هذه الافلام ميلك. كان الفيلم مره سيء، اخراجيا مره سيء ترى. كان في حبكه دراميه واخذ تقييم جدا عالي. ولو اذا ما عجبك هذا شيء يخصك. عموما لازم نروح بدري عشان ناخذ فشار وعصير ما نتاخر. عندنا وقت، عندنا وقت لسه، في اعلانات وفي لا 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 ما احب التاخير، لازم دائما اجي بدري. الاعلانات صراحه احب اشوفها. شباب انا جاني موعد ضروري ولازم امشي. هذا اللي يخرب الطلعات ما قلت لك؟ يا اخي دقيقه صلى على النبي، انت ما تقدر تاجلها؟ معليش يا عيال لازم امشي. يهو طب ضروري؟ ايوه ضروري لازم امشي. مره ضروري؟ طب اسمع اخلص مشواري ونتقابل هناك. وعد؟ وعد. حلو. يلا يعطيكم العافيه شباب. السلام. ان شاء الله ما يفوت الفيلم. ان شاء الله. استراتيجيه البومه هي استراتيجيه انا اكسب وانت تكسب. مرحلة أو منطقة التفاوض، إذا كنا في سفر مثلاً أبغى أروح مثلاً نفطر قبل وأنت لا تبغى تتقهوى قبل مثلاً، بمعنى أنك تأخذ شوي وأنا أخذ شوي، نتفق أن نروح مثلاً نفطر بعدين نروح نتقهوى، أو نتقهوى ونفطر، أو نروح المطعم في قهوة وفي فطور وكل واحد يختار ماذا يريد. إذا أنا أكسب وأنت أيضاً تكسب. هذه المنطقة يجب أن يستخدمها الإنسان إذا كان عنده هدف مهم، أمر مهم، وعنده العلاقة اللي أمامه أيضاً مهمة.